ورد في روايات الغيبة والظهور أنه إذا أذن الله للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بالخروج، نطق ذو الفقار بلسان عربي مبين: قم يا ولي الله، على اسم الله، فاقتل بي أعداء الله. قم يا ولي الله، على اسم الله، فاقتل بي أعداء الله. فيخرج الإمام عليه السلام موتورا غضبانا أسفا، فيجرد السيف على عاتقه 8 أشهر فيقتل به أعداء الله. لا إله إلا الله.